اهلا بحضراتكم مره تانية، والحقيقه قررنا نبتدي بفقرتنا الفنيه عشان نحاول كده ان احنا يعني نستمتع بالجمال، لانه فكره الجمال دي حاجه مهمه جدا في حياتنا. والحقيقه انه احنا دلوقتي عندنا ناس كتيره بتحاول ان هي تبحث عن مشروع صغير وهي موجوده داخل بيتها من غير ما تخرج، من غير ما تسيب اولادها. الحاجات دي بتبقى مهمه جدا لكتير من الامهات. النهارده معانا نموذج الحقيقه لفتاه مصريه نشطه جدا، هوايتها الرسم، لكن هي استغلت هذا الرسم في الرسم على القماش. معايا أستاذة غادة عيسى، أهلا بك يا أهلا بحضرتك بوجودك وألواناتك الجميلة اللي لبسها حلوة واللي انت كمان طبعاها أو اللي انت رسمة بيها على القماش حلوة قوي. كلمي عن نفسك الأول، يعني قولي لي مين غادة وإزاي دخلتي المجال ده؟ أنا غادة عيسى، بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة. بس طبعا كنت حكيت قبل كده اني كنت فرقت معايا 1% المجموع، بس فقررت بقى ان انا ادرس في دراسات حره، قسم دراسات حره. تدخلي فنون ايه جميل. يعني فنون جميله؟ فنون جميله بس فرقت معايا 1%. معلش. على فكره ده حاجه حلوه ان انت بتقولي ان الواحد ما ييأس. لا يعني فعلا الحمد لله. بعد كده رحت داخله بقى لما عرفت ان في دراسات حره فنون جميله، دخلت كليه فنون جميله قسم تصوير زيتي، بس تعلمت الرسم بقى. يعني كنت الاول واخده كهوايه، اتعلمته بقى كمان كاسس بقى صح وكده. طب فكره الرسم على القماش تحديدا، يعني ليه اخترتي القماش كماده خام؟ وانا في الاول بعد الرسم كنا طبعا على طول بنرسم، برسم كمان على الازاز وعلى الحاجات، يعني في حاجات تانية. فاللي هو جات لي الفكره بقى لما دخلت بعد الدراسات الحره كمان، قلت ادرس جرافيكس في المركز الثقافي الروسي، فدرست بقى فعرفت ازاي اصمم كمان الحاجه. يعني استغل بقى الرسومات دي كرسم وتصميم. كويس. واعمل يعني بقى جات لي فكره الاساس او البيز كازاز او كقماش بيختلف في ايه، او بالنسبه لك انت بتحسي فرق ايه؟ هو بيختلف طبعا في كخامات. الخامات دي غير الخامات دي خالص. الالوان يعني اللي بتستخدميها كل حاجه ليها يعني مواد بتاعتها. بس هو اهم حاجه ان خلاص ما دام الاسس اللي بتاعت الرسم الحمد لله موجوده، فانت تقدري بقى ترسمي على اي حاجه. اوكي. يعني اي حاجه في الدنيا بقى على الحيطه. انت بترسمي بنفسك ولا بتشفي مثلا حاجه؟ لا انا برسم بس هي مثلا، يعني مثلا دي ده عندي، ده اول، انا بحب الديزاين ده جدا لانه اول حاجه عملتيها. حاجه عملتها فعلا. الله، والله الالوان جميله قوي. يعني ده سكتش، انا برسم بالفرشه والالوان على سكتش. افرديه شويه عشان نشوف معاكي بس. اوكي، خلينا نشوف الرسمه. اشرحي لنا بقى. ده ورده زهره اللوتس. حلو قوي. فهو كان سكتش، عباره عن السكتش ده، يعني كانت هي الرسمه كده اللي هي جزء واحد. فبس باخد بقى الرسمه اصممها على الكمبيوتر، ادخلها على الليب واعملها بقى، ويطلع بقى على المقاس ده. يعني طب انت كل حاجتك اشارفات او سكارفات ولا بتعملي حاجات تانية؟ لا، عامله كمان ازاز بقى. انا جبت مره القماش كله على السكارفات. يعني سكارفات. لا، بعمل تيشرتات. اوكي. يعني تيشرتات كنت عامله، انا اصلا ابتديت بالتيشرتات. كان برضو اللي حد عايز مثلا، لو حد عايز ديزاين معين مناسبه معينه، بعمل له تصميم مخصوص واعملها. طب انا ملاحظه ان انت يعني ما عندكيش مثلا لنوع معين او لشكل معين في الرسم، يعني انت منوعه جدا في رسوماتك. يعني كلمينا بقى عن التنوع ده. انا بعشق حاجه اسمها الوان. يعني الالوان واضح لان الواناتك حلوه فعلا. بالذات بقى الالوان اللي هي المبهجه دي. يعني بحس ان الحياه فيها مشاكل كتير، فلازم حته كده ايه، يعني تنور شويه. تخرجنا شويه بره المود. فطبعا ساعات بعمل غوامق، يعني في ناس ساعات تطلب حاجات غوامق اعمل لها تصميمات غامقه. بس انا ميلي الاساسي للالوان. يعني طيب، هي الحاجات دي موضات برضو يعني في طبعا. قولي لنا بقى ايه. وبعدين الحمد لله يعني بشهاده الناس ان هي مش موجوده، لان ده انا اللي عامله الحاجه. يعني انا مثلا انت اللي مبتكراها. انا يعني فالحمد لله. حتى بتجيبي افكارك منين؟ يعني بتجيبي افكار رسومات منين؟ تنزل عليكي لوحدك؟ لا، الحمد لله بنزل ارسم لايف كمان مع مجموعه اللقطه الواحده. فلما برسم لايف كمان، انت لما بتنزلي تشوفي الطبيعه والحاجات دي لوحدها الهام، يعني بيلهمك ان انت تطلعي افكار. تمام. قولي لي يعني فكره الموضه بقى، عشان احنا كنا واقفين عند الالوانات. الموضه ايه الموضه بقى؟ هي يعني
انا بشوف ان الالوان على طول موضه يعني بحس ان هي ما بتبطلش يعني. انا مش قادره اقول ان انت مثلا مياله للون معين، اني حاسه ان الاخضرات داخله كتير. الاخضرات صح؟ عشان الطبيعه لما برسم الطبيعه فهتلاقي دايما الطبيعه مايل عليها الاخضر. بس حتى مثلا يعني انا كمان بصمم، لو حتى يعني لو رسمت يعني مثلا كان في بنوته رسمه وقالت لي اعملها لها في ديزاين ويبقى شارب بتاع، فكانت فرحانه قوي بقى ان الرسمه بتاعتها تحولت من يا روحي من رسمه على سكتش لشارب يعني. طبعا اكيد فكانت مبسوطه يعني لو نعرف اللي هو الشارب الابيض في اسود ده وهكذا بقى. هي دي يعني دي كانت سكتش صغير يعني، دي طفله صغيره هي اللي اوحت لي بنوته كده يعني في الجامعه ولسه مخلصه جامعه. حلو فعملتها لها بقى ديزاين دي من دي ديزاين عربي شويه يعني قريبه للديزاينات العربيه. على فكره ناس كتيره دلوقتي بقت بتميل لفكره الحاجات اللي هي فيها فرعوني او فيها رسومات عربيه، دي من الحاجات برضو اللي بتميزنا احنا كعرب يعني. والحمد لله برضو يعني اللي بيميز غدا سكارف ان انا ببقى متواصله مع الناس اللي هو انتوا قولوا لي انتوا عايزين ايه وانا اعمله لكم يعني. يعني مش اللي هو انتوا مجبرين ان انتوا تشتروا الحاجه الموجوده دي فراشه. انا بحب الفراشات جدا يعني، بس فراشه مليانه الوان ده صعب قوي. انت ايه دي اخذت منك وقت قد ايه دي بقى كده؟ لا هي دي بصراحه دي ديزاين مش رسمت بس هي يعني انا بقى هي ما كانتش فراشه. لا فيها تفاصيل جامده قوي. هي دي اصلا ما كانتش فراشه، انا عملتها في التصميم فراشه والله. لا بس يعني هي اساسا الوان بس كده ساده. فانا دخلتها بقى في ديزاين كده ان هي تبقى فراشه ودخلت معاها بقى الالوانات دي كده. كويس. طيب انا شايفه وشوش، انت الوشوش دي بقى ايه؟ دي بورتريل والاخضر ده انا ينفع اجيبه؟ لا خليه احنا شايفينه بالكاميرا هو جاي معانا على الشاشه. ده بورتريل بنت افريقيه، ده كنت عاملاه برضو بالوان الميه. وبعدين بقى قعدت افكر احطه ازاي في ديزاين يبقى اموره. قعدت بقى افكر ازاي اعمل له ديزاين يدخل معايا كده. فحطيت بقى الالوان دي كلها معايا. طلع ما شاء الله برضو من الحاجات الحلوه قوي. واللي بعده ده كمان جميل، ده كرتون بقى. ايوه في ناس كتير جدا بتحب الكرتون ده غاويه. ايوه التقديف ده بنات كانوا بيلعبوا تقديف يعني ما شاء الله جابوا لك الفكره يعني. فقالوا لي احنا عايزين حاجه اشارب ينفع ان احنا يضل على التقديف. فهي الفكره كده بقى ان انا بتفاعل مع الناس، انتوا عايزين ايه حابين ايه كده. فعامل لهم الديزاين اللي هم عايزينه. طيب اللي بعده ده برضو مبهج قوي فعلا. ده الوش الجميل ده رائع. عرست البحر ايه الجمال ده. لا بجد بياخد منك وقت قد ايه؟ لا بياخد وقت ومجهود. تشتغلي لوحدك؟ بس طبعا معايا بقى يعني مش انا اللي بطبق يعني. انا مثلا انا برسم او بصمم وبودي بقى التصميمات للمطبعه، هم بيطبعوا وبعد كده بودي بقى لحد بيقفل يعني. بس انا اللي ماسكه يعني انا اللي بعمله وانا لسه على قد يعني. لا جميل ما شاء الله عليك. طب ايه اكتر الحاجات اللي بتحسي ان الناس بتبقى مبسوطه بيها او تطلبها كتير يعني؟ يعني مثلا اللوتس ده ما شاء الله ناس كتير حبته قوي، عجبها لانه ده كمان يمشي مع كل الاعمار. مع كل الاعمار صغير وكبير. يعني الكرتون مثلا في ناس تقول لي كبار يقول لي، مع ان انا شايفه ان لا يا جماعه يعني عادي دلوقتي. كله دلوقتي بقى بيحب الحاجات الفرفوشه. يعني كبير وصغير عادي. مثلا الحاجات اللي هي يعني الاورنج ده ايه؟ الاورنج ده ده برضو ده لوتس بس بقى احمر. انا بعشق الاحمر. شفتها زهره اللوتس. فدي برضو كانت سكتش اكواريل عادي. حلو قوي. وحولته بقى الالوان الناريه دي. الالوان الناريه. انا غاوي اصلا الحاجات الناريه. لا حلو حلو. فالناس بتعجبها. الاخضر ده برضو انا الاصفر كمان من الالوان الحقيقه اللي بحبها قوي. ودايما مش منتشره الاصفر ده. مش عايزه اجيب الصوره بس. ايه بقى الاصداف دي بقى؟ دي برضو كانت يعني دكتوره في الجامعه يعني لذيذه قوي انا عارفاها. فهي قالت لي، هي دكتوره في كليه الزراعه. فقالت لي انا عايزه حاجه يكون فيها السنيلز والحاجات دي، انا بحب الحاجات دي. فقعدت افكر لحد ما عملت لها الديزاين ده وما شاء الله عجبها. حلو 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 جميل. وكمان البينك اللي ورا البينك اللي ورا حضرتك. لا التاني ده اوكي. ده مثلا ده انا رسميه. ده منظر طبيعي مرسوم.
احنا الصراحه نفسنا نجيب كل حاجاتك اللي واحنا شفنا حاجات كمان على الشاشه. وده بقى يعني ممكن بيتعمل اشاربين يعني ممكن مره من ده ممكن صح مش كده، مره من ناحيه البينك ومره ده والنص ده. حلو قوي حلو قوي. طيب هي الحاجات دي طبعا بتبقى حلوه قوي مع المحجبات طبعا لان كله بيبقى عايز، بس غير المحجبات برضو بيستخدموا ده كسكارف كده. انا يعني في ناس اصلا يعني خدوا مني قالوا لي لا هنعمله كده يعني ممكن كشميو ممكن بيعملوه او يتحط فعلا كده جميل. ده برضو دي رسمه كانت بالوان الزيت البحر بجد الدرجات هنا يعني التدريجات دي جميله قوي بجد. برافو عليكي. دي رسمه تدريجات رائعه. بحر لايف على البحر، البحر ولا مش كده؟ كانت لايف على البحر رسميه وبعدين حولتها بقى للاشارب. لا جميل ما شاء الله عليكي. طيب انت بقى ايه الحاجات الصعبه اللي وقفت قدامك في بدايه مشروعك؟ يعني انت بنعتبر ان ده مشروع بالنسبه لك مش كده؟ وانت غيرتي يعني دراستك ملهاش علاقه، او ممكن تستفيدي طبعا من التجاره دي، دراستك للتجاره تستفيدي فيها في تسويق منتجاتك، فايه اكتر مصاعب كانت بتواجهك؟ لا انا اول حاجه يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان انا قعدت سنتين عشان انفذ المشروع، يعني لاني كان الاول انا كنت عايزه اشتغل بالقطع مش مصنع ولا حاجه يعني انا لسه ببتدي على قدي، فكانت فكره ان انا الاقي مطبعه تنفذ لي التصميمات دي على المقاس ده، يعني انا بعمل مترين في 70 فالمقاس كبير، فبس فعبال بقى ما لقيته وضعفة دي الواحدة خدت مدة والحمد لله. طبعا لحد دلوقتي اكيد بيقابلني برضو يعني صعوبات يعني طبعا في حاجات. بس تشجعي البنات ازاي بقى اللي حابة مثلا عندها هواية بالذات تستغل هوايتها ازاي؟ ما توقفش هتقابل مهما تقابل من مشاكل او عقبات او اي حاجة، اعملي اللي بتحبيه مهما ناس يعني في ناس كتير تقول لك لا او صعب وتستسلم بقى وتيأس على طول. لا فاللي هو لا ما تسيبيش حاجه. برافو عليكي والله، انا بحييكي والله يا غاده على الكلام دوت لانه فعلا الحياه صعبه يعني مفيش حاجه اسمها كل حاجه تيجي بسهوله لازم وكل ما هنتعب في الحاجه كل ما نحس بفرحه وبقيمه الحاجه اللي احنا عملناها يعني. طبعا يعني الحمد لله لما بتشوفي تعبك ومجهودك مهما كنت تعبانه في الحاجه اما بتلاقيها الحمد لله الناس اتبسطت وعجبتك فالحمد لله الحمد لله يعني بتبقي لا احساس تاني يعني. جميل. حتى ربنا يوفقك يا غاده، سعيده جدا بان انا اتعرفت عليكي وحاجتك جميله وان شاء الله نقابلك كده وانت حاجتك دي واصله العالم كله. يا رب يا رب ان شاء الله. اشكر ضيفتي غاده عيسى يعني فنانه مصممه مشغولات والرسم على هي قالت كمان الزجاج والنهارده عندنا نشوفك مره تانية واحنا وانت راسمه على الازاز ان شاء الله. النهارده الرسم كده على القماش في حاجات حلوه قوي، يا ريت كلنا نتشجع كل البنات والستات اللي بيشوفونا اللي عندهم اي هوايه حاولوا ان هم ينموا الهوايه دي ويكسبوها مهارات كتيره عشان تبقى ممكن مشروع خاص بيهم هم في المستقبل. هناخد فاصل، بعد الفاصل هنتكلم عن موضوع مهم جدا، احنا ازاي نحافظ على اولادنا من اي مخاطر بتهددهم، وبشكل خاص هنتكلم عن الادمان. تعالوا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل. ما تأجيل ما تخليش ضعفك يتحداك، قدامك لسه العمر طويل والدنيا الحلوة بتستناك، في خطوة ما تستناش تأجيل ما تخليش ضعفك يتحداك. تعبت عشان تبني
خسارة يروح بإيديك، فوق وتحرك تستسلم ليه. ايه حيجرى لو تبطل بصي.